السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاصيل وفاة الفنانة إيمان توسناني، هل بسبب السحر والشعوذة؟ أتمنى من أخواتي شاركوني باللايك والاشتراك، دعمي بهذه القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد بإذن الله تعالى. أولا، هل هذا الكلام صحيح؟ هل فعلا توفت أم إشاعة؟ انتشر بشكل واسع في الساعات القليلة الماضية عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنانة المغربية إيمان توسناني التي كانت ترقد في المستشفى منذ أسابيع. وكشفت ابنة إيمان توسناني في اتصال هاتفي إن والدتها ما زالت حية ترزق، لكنها ما زالت في غرفة العناية المركزة تسارع من أجل البقاء. أتمنى طبعا من جميع الدعاء لها بالشفاء. وتابعت المتحدثة ذاتها بأن الحالة الصحية لوالدتها حرجة، إذ تتنفس بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي، داعية جميع المغاربة إلى الدعاء لها. وأبرز ما قيل أن الفنانة توسناني سبق أن تعرضت لأزمة صحية ذاتها قبل سنوات حين غابت عن الساحة الفنية بشكل مفاجئ، وتبين أن الحالة التي مرت منها كانت نتيجة تعرضها للسحر والشعوذة من طرف إحدى المقربين، وهو الأمر الذي تكرر مرة أخرى وتسبب لها في تسمم حاد ومضاعفات خطيرة، مضيفا أن عائلتها ستلجأ إلى القضاء. وعمت في منصات التواصل الاجتماعي صور إيمان توسناني موفقة بطلب محبيها وأصدقائها الفنانين من المغاربة والدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية والعودة لعائلتها ومحبيها، كما زارها مجموعة من زملائها المشاهير ليلة أمس في المستشفى. أتمنى من الجميع الدعاء لها، نجاة رجو وابتسام بطمة هم من زاروها في المستشفى. أتمنى من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل، وكل محبيها أتمنى أن يدعوا لها بالشفاء العاجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يشفيها.